السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم رح نتكلم على أفضل إعدادات لجراند أونلاين لعام 2024، وأضمن لكم هذه الإعدادات يا شباب رح تسهل عليك طريقة اللعب، بنفس الوقت رح تخليك جدا منافس سواء كان ضد البوتات أو حتى ضد اللاعبين. وقبل ما نبدأ يا شباب لا تنسون من اللايك والإشتراك في قناتي لكل جديد، ويلا نبدأ حلقة اليوم. دائما ألعاب روكستار تعطيك إعدادات تلقائية تخلي طريقة لعبك جدا جدا صعبة، ولكن بنفس الوقت يعطوك إعدادات تقدر تجربها ورح فعلا تشعر كل ما غيرت في الإعدادات كل ما كان لعبك أفضل بكثير. وعلى سبيل المثال الآن لو تلاحظوا نقطة الأيم الصغيرة البيضاء، يعني هي شكلها جميل ونظيف، ولكن في إمكانية أنك تغير هذه النقطة البيضاء وتخليها بشكل أفضل. كل اللي عليك روح على السيتنج وبعدها اختار على الديزيبلي واختار ثالث خيار اللي هو الويبن تارجت، هو تلقائيا راح يكون على سيمبل ولكن انت خليه على كومبلكس. وبالنسبة للخيار اللي تحته مباشرة طبعا هذا السايز، يعني هذا الحجم، شوف الآن الحجم كيف صار مرة كبير. مع كل سلاح يا شباب تتغير العلامة. طيب السؤال هنا، وش تفيدني هذه العلامة؟ هذه العلامة راح تفيدك خصوصا لما تطلق لمسافات بعيدة. لما يكون طلقك مو على الخصم راح تلاحظ انه العلامة تتوسع معك، وهذه اشارة انه طلقك ما يصيب الهدف، وهنا فايدة الكومبلكس على عكس السيمبل يا شباب. ولكن بالنسبة يا شباب للسايز او الحجم انا انصحكم تخلوه اصغر شوي. ومستمرين على قائمة الديزيبلي يا شباب، ما في شيء جدا مهم في هذا المكان إلا الخيار ما قبل الأخير وهو يختص بوحدة القياس. وأول ما تلعب اللعبة يا شباب راح تلاحظ أنه جميع المسافات راح تكون بالمايل، فأنت لازم تغيرها وتحطها على المتريك، وبكذا خلاص تضمن جميع المسافات راح تكون بالكيلو وهي وحدة القياس المستخدمة عندنا في الشرق الأوسط وفي الدول العربية وفي أغلب بقاع العالم ما عدا أمريكا. ويلا الآن ندخل على وحدة التحكم يا شباب ونلعب بالكنترولر ونسوي بعض الإعدادات اللي جدا جدا راح تخلي لعبك مرة حلو ومناسب وسهل. في عام 2023 تم إضافة هذا الخيار الأسطوري، راح يكون الإسبرينت مجرد ضغطة واحدة وراح يستمر لاعبك يجري بهالطريقة اللي تشوفوها الآن. كان بالأول لازم تضغط على زر أو تكون معلق على الزر عشان لاعبك يجري، ولكن حاليا خلاص صار ضغطة واحدة ولاعبك راح يكون يجري بكل راحة، وانت بإمكانك تعمل تحركات بالإضافة للإيم وتضيع إيم خصمك أو إيم البوتات اللي ضدك. ولما تعلق مثلا على زر يا شباب راح يعمل لاعبك إسبرينت سريع، وبالسابق كان لازم تضغط بشكل متكرر على زر الإسبرينت. بالنسبة لبعض الإعدادات يا شباب راح تكون خيارية ومبنية على تجاربك، يعني إذا أنت لاعب روكستار قديم راح في خيارات أنت متعود عليها من زمان فخليك على ما أنت عليه. ولكن يا شباب بالنسبة للديد زون ضروري جدا تخلونها على أقل شيء. طيب وش فايدة الديد زون؟ يعني احنا ماني فاهمين ايش هو الديد زون. انتوا عارفين اللعبة فيها ايم اسيست، طبعا الديد زون كل ما رفعت له راح يكون الايم اسيست يمسك على لاعب واحد بشكل قوي، وبالتالي يضيع عليك الفرصة انك تقتل اللاعب الثاني. ويلا الان اعطيكم مثال، يعني على سبيل المثال شوف البوتات هذول مثلا خليهم يكونوا قريبين من بعض، اقدر اقيم على هذا وهذا في نفس الوقت، شوف كيف الايم اسيست يفك بسهولة. ولكن يا شباب جربوا ارفعوا الديد زون وشوفوا كيف راح يمسك على لاعب واحد ويكون هو الاقرب، وكلنا نواجه هذه المشكله خصوصا لما نواجه عدد كبير من البوتات. وفعلا يا شباب الطريقه مجربه وفعلا فعلا نفعتني كثير كثير. طبعا بالنسبه للاهتزاز يا شباب ما انصح فيه نهائيا، راح يضيع عليك الايم وفي نفس الوقت راح يسوي لك على قولتهم ربشه. طبعا انا في جراند يا شباب من زمان العب على ستاندرد اف بي اس رقم 2، لاني بكل صراحه انا ارتاح لما يكون الار 1 هو اللي يعمل اسبرنت والاكس راح يكون المسؤول عن التفعيض بالاضافه الى القفز. وفي النهايه يا شباب هي تعتمد على طريقه لعبك انت، خليك على اللي تعودت عليه، لازم يكون عندك مثل ميموري ليدك، لانه كل فتره وانت تغير اعدادات صدقني يعني اي واحد حتى المنوب راح يفوز عليك. نصيحه خليك على اعدادات موحده. وهذا الخيار يا شباب جدا جدا مهم، يعني لما انت تأيم لاعبك يتحرك، يعني ضروري جدا تخلوه على اون اذا كان اوف زي ما انتم شايفين الان. طبعا هنا راح تفيدك انه يكون لعبك جدا سريع بالاضافه انك تقدر تموه على الخصم، يعني تقدر تلف يمين يسار بالاضافه انك تقدر تسبق على خصمك، وهذا السر اللي يخليك تتفوق على اي لاعب. ونجي على الخيار الاخير والمهم جدا يا شباب اللي هو درايف باي كنترول تايب، يا شباب خلوه على الفاير. ولكن يلا ناخذ مثال واقعي الان خليته على الايم زائد فاير، يعني راح تضغط زر التأييم وبعده راح تضغط زر اطلاق النار، وما ننسى انه عندك اصبع كذلك مشغول بالسياقه، سياقه السياره، فبالتالي يا شباب راح انتم يعني تكلفوا على نفسكم جهد كثير، يعني فالافضل انك تخليه على فاير، يعني زر واحد يأيم ويطلق.
ويلا الآن نشوف مع بعض إيش الفرق. خلاص أنا الآن ضغط زر واحد وبدأ يطلق النار ويأيم من لحاله، وخلاص أنا أكون الآن مركز في السياقة، وهذا الخيار يا شباب راح يساعدك كثير في لعب المهمات، بالإضافة لما تلعب ضد لاعبين راح يسهل عليك حياتك، وربما يكون غير مناسب للناس اللي تلعب الاستيكي بوم ضد اللاعبين، أقول ربما يعني، لكن إذا تعودت خلاص يعني كده راح ترتاح وراح يكون لعبك سريع جدا. والآن ندخل على إعدادات الكاميرا، وأباكم تركزوا معي لأنه في إعدادات جدا مهمة وراح تحسن لعبك بشكل مو طبيعي، يعني راح تحسن لعبك بنسبة 180 درجة. وصدقوني يا شباب في كثير ما يعرفوا لهذه الإعدادات، وفي كثير مو فاهمين إيش هي الإعدادات، وأنا بقد ما أقدر أحاول أن أبسطها لكم. ونركز على أول إعداد واللي هو إعداد كاميرا السيارة. طبعا اللعبة راح تخليها على لو، وبكل صراحة الإعداد على لو أو منخفض يكون شكل اللعبة مرة سلس وجميل يعني، ولكن كلاعب معرق وكلاعب تبغى تستفيد من كل شيء وكلاعب تبغى تشوف كل شيء من مسافات بعيدة لازم تغير هذا الإعداد. وزي ما تشوفوا الآن يعني ما أقدر أشوف المسافات البعيدة أو لدرجات أعلى أو لدرجات أوضح، وأنا أحس هذا الإعداد يناسب الناس اللي تبغى تسوي لقطات جميلة أو يبغى ينزل فيديو كده جميل في اليوتيوب، ممكن تستخدم هذا الإعداد. ولكن لو ودك تلعب فعلا في عالم الجريمة في عالم جراند لازم تغير الكاميرا وتخليها على هاي مرتفع، وبكده راح تكون مجال الرؤية أوضح لك. ونصل إلى الخيار الأسطوري يا شباب، هذا الخيار الفيلد فيو، حاولوا أنكم تعلونه على أعلى شيء. أكيد أنتم معرقين يا شباب وتلعبوا بي في بي ضد لاعبين، فتحتاجوا أنكم ترفعوا الفيلد فيو. طيب هذا وش يفيدني؟ يعني هذا راح يوسع عندك مجال الرؤية لما تلعب الفيرست بيرسون. طيب وش فائدة الفيرست بيرسون وليش أنا ألعب بهذا المود؟ يا شباب المنظور الأول ضد اللاعبين ترى أوبي، يعني راح يعطيك أدفانتج مو طبيعي، راح يعطيك قدرة أنك تتغلب على أي لاعب، غير كذا يخلي تحركاتك اسرع بكثير لما تكون في المنظور الثالث. وعموما هذا مو موضوعنا، موضوعنا على الفيلد فيو، خلوه على اعلى شيء راح يكون المنظور عندك اوسع واشمل. وكذلك توجد اعدادات في الكاميرا راح تخليك اسطوري لما تلعب ضد لاعبين، وراح اعطيكم اياها الان بالتتالي. ولو تشوفي كيف لاعبي جالس يتحرك بشكل اجمل وبشكل افضل وبشكل اسرع، كلها كم اعداد عملنا لها تغيير، صار اللاعب مره افضل وصار مره اسهل في التحرك واسهل في الكنترول. طبعا اتفقنا الكاميرا تكون على هاي، واتفقنا كذلك المنظور الاول الفيلد فيو يكون على اعلى شيء عشان تكون الرؤيه عندك اوسع. لكن عندي خيارين يا شباب جدا جدا مهمه ولازم تركزوا معي، وراح اوضح لكم ايش سبب اهميتها. ونبدا بالفيرست بيرسون كومبات رول، هذا طبعا تعني انه لما يكون لاعبك المنظور الاول وتعمل تدحرج. لو كانت على اون يا شباب، وخليني اعطيكم مثال الان، مثلا قدامي لاعب الان وايمت عليه وعملت تدحرج على سبيل المثال، شوف ايش راح يصير معي. لو تلاحظوا الكاميرا لفت بالكامل معي، بالتالي راح يضيع مني الخصم، يعني ما راح اشوفه لان الكاميرا اصلا لفت معي. فعشان كذا يا شباب دائما انصحكم تخلونها على اوف، ضروري جدا. بمجرد انك تكون على المنظور الثالث وتعمل تدحرج راح تلاحظ انه يروح على المنظور الثالث وتاخذ نظره كذلك. يلا حاليا رجعتها على اوف، ونعطيكم مثال الان قدام عينكم يا شباب، خلاص شايفين اخذت نظره، يعني مثلا تدحرج تقدر تاخذ نظره بالمنظور الثالث، وبعدها مباشر راح ترجع على المنظور الاول وايمك يكون افضل بكثير من المنظور الثالث. طبعا هذه اساليب قتاليه يا شباب تحتاج لها وقت وممارسه عشان تتعود عليها، ولازم يكون عندك مسل ميموري. نجي للخيار اللي بعده وهو تحت اسم الهيد بوبينج، هذا الخيار لما تجري راح تلاحظ ان راس اللاعب يتحرك يمين ويسار كانه يجري بشكل واقعي، واعتقد ملاحظين بان الكاميرا ما هي على بعضها، يعني فيها اهتزاز مو طبيعي، وهذا الخيار غير صالح يا شباب لما تلعب ضد لاعبين. صدقوني يا شباب لازم تطفوا هذا الخيار وخلوه على اوف. طبعا حجرب قدامكم الان احطه على اوف، وخليني اجري وشوفوا قد ايش الكاميرا راح تكون ثابته بدون اي اهتزاز. وهذه من الخيارات اللي راح تساعدك وتخليك حريف.
باقي خيار اخير في خانه الكاميرا يا شباب اللي هو الفيرست بيرسون ثيرد بيرسون كفر. يعني انت لما تعمل كفر راح يتحول لعبك من المنظور الاول الى المنظور الثالث، نفس عمليه التدحرج. ويلا مع بعض الان نجرب. الان نفتح المنظور الاول وراح نعمل كفر خلف هذا الجدار، وزي ما تشوفوا يا شباب الان حتى هو في الكفر ما زال على المنظور الثالث، وهذا الشيء ما نبيه. احنا نبغى لاعبنا لما ياخذ كفر او لما يتدحرج يتحول الى المنظور الثالث تلقائيا. كل اللي علينا نغير هذا الاعداد من اوف الى اون، وتلقائيا لما انت تعمل كفر راح يعطيك المنظور الثالث. وهنا يا شباب راح تكسب ميزة الرؤية، يعني راح تشوف بشكل افضل لما تكون من المنظور الاول. وهذا كان كل شيء في اعدادات الكاميرا يا شباب. ضروري جدا تتعود على هذه الاعدادات، وضروري جدا تمارسوها حتى يصير عندكم مثل ميموري. طبعا هذا الكلام يا شباب اللي انا اقوله هو مخصص للناس المعرقين اللي يحب يلعب ضد لاعبين، يعني صراحة المنظور الاول يفوز 100% على المنظور الثالث. ولان العاب روكستار متركزة طبعا على المنظور الثالث، فاغلبنا ما يعرف انه في اعدادات تحسن من لعبك لما تلعب بالمنظور الاول. يا رجل بهذه الاعدادات انا متأكد مليون بالمية كأنك تلعب كود، طبعا بدون صلات كانسل. واخيرا نصل الى الجرافيكس يا شباب. الجرافيكس طبعا نفس الشيء راح يكون اعداداته اوبشنال، خياريه لكل لاعب، وهي بالدرجه الاولى تعتمد على مواصفات البي سي تبعك، يعني على حسب كرت الشاشه، على حسب المذر بورد والى اخره. طبعا ما نبغى نتعمق في هذه التفاصيل، كل اللي عليك انك تعمل تجربه يا شباب. جربوا الاعدادات، يعني جربوا ايش اللي يزيد وايش اللي ينقص، وانا هذه اعدادات الان امامكم. والحمد لله الفريمات بالنسبه لي يا شباب دائما وغالبا تكون ثابته ما بين ال 144 فريم الى 120 فريم. حتى المينيتور يا شباب له دخل بالموضوع، يعني لازم يكون المينيتور تبعك بمواصفات اعلى، مثلا ال 2K وال 4K يختلف تماما عن ال 1080. ولكن خلوها قاعده عندكم يا شباب، كل ما كانت الفريمات عندك اعلى كل ما كان لعبك اجمل، وكانت اللعبه كذلك اجمل. وش الفائده تكون الرسومات عندك على اعلى دقه واعلى جمال واعلى شكل بينما يكون عندك الفريمات 30 فريم؟ يعني حتى يمكن الزوني 4 يتفوق عليك. فبالتالي يا شباب انتوا لازم تقيسوها، يعني شوفوا الاشياء اللي تاثر على الفريمات. يعني مثلا على سبيل المثال الجراس كواليتي، الجراس اللي هي يعني الاعشاب، الاعشاب مين يحتاجها في جراند يا شباب؟ احنا ما نلعب ريد ديد ريديمشن، علما بان الاعشاب تاخذ جزء كبير من الفريمات. فانصح اي لاعب يخليها على نورمال، يعني لانه النورمال تقريبا نفس جوده الهاي، انما لما ترفع على هاي والفيري هاي راح ياخذ منك فريمات اكثر. ولكن بصراحه انا معلي شوي الجوده، لانه والله بصراحه انا استمتع بالجرافيكس، انا من الناس اللي اعشق الجرافيكس، وعشان كذا عندي الووتر كواليتي على اعلى دقه، وزي ما انتم شايفين البحر وفي الليل شوفوا قد ايش مره تفاصيله جميله. صراحة فعلا كأنك تغوص جوة البحر. عموما حبايبي الله يعطيكم العافية، لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. والله بصراحة تعبت على هذا الفيديو وشرحت لكم بكل أعماقي وأحاسيسي ومشاعري، لعل وعسى أنه الناس تستفيد، وهذا هدف القناة، تبادل خبرات ونستفيد من بعض. عموما أشوفكم بالفيديو القادم، تبقوا على صحتكم، في أمان الله، peace out.